تستمر الحرب في مأرب وتستمر معها موجة النزوح إلى المجهول. آلاف الأسر فقدت منازلها ووجدت نفسها مجبرة على الهجرة القصرية نحو مدينة مأرب، هروبا من قذائف ونيران الحوثي التي تتساقط على مناطقهم بشكل متعمد وعشوائي لأهداف ليس لها سوى قتل مظاهر الحياة والانتقام من اليمنيين. مشاهد النزوح لا تنقطع في خطوط السير باتجاه المدينة. كانت بعض الأسر قد حظيت بمركبات تحمل أمتعتها، فيما تظل عشرات الأسر عالقة داخل القرى كون الحصول على وسائل نقل في هذه الظروف شحيحة للغاية. وصلت إلى حينا فقط ما يقارب 68 أسرة نازحة لا زالوا في العراء، لا يجدون لا مأوى ولا مشرب ولا ماكل ولا غذاء، وإلى حد الآن منظمات المجتمع المدني لم توفي بحقهم ولم تبادر لحل مشاكلهم، رغم من قد رفعنا بكشوفات إلى الوحدة التنفيذية بهم، ونتمنى من جميع المعنيين في السلطة المحلية والوحدة التنفيذية والمنظمات أن يقوموا بدورهم الإنساني تجاه هؤلاء النازحين. في الجوبة كنا وقربة الحروب فجروا علينا المدارس، كنا ندرس وعدمة التعليم ونزحت الأطفال، تفجرت البيوت فجروها، وصلنا لهنا في القاع ولا حصلنا شيء، ما بالله بيعوا من أموالهم واشتروا حلق وخيام. جار الله رب أسرة لا يختلف وضعه عن باقي الأسر التي نزحت مؤخرا من الجوبة والمناطق المجاورة، ترمي بهم قساوة الحرب إلى العراء داخل مدينة مأرب، تلفحهم حرارة الشمس نهارا وينهكهم الطقس البارد ليلا، ولا شيء يحتمي به، ويظل حلمه الوحيد الحصول على كونتيرة صغيرة يحتمي بها هو وأفراد أسرته من العراء، في ظل تجاهل المنظمات الإنسانية لمعاناة المواطنين التي لا تكاد تتوقف. لنا 3 أيام لا زارونا، لا توجد إغاثة ولم نزار من قبل أي منظمة ولا شيء. نزحهم من الجوبة إلى مأرب وعاد الحرب مستمرة، إلى وين؟ وين يجدوا يجوا؟ كمان نزحهم من سروح لا مأرب، من مجزر لا مأرب، من أهلية لا مأرب، كل الآن لا مأرب وعاد الحرب عادي مستمرة. خرجنا بسبب الحرب الدائرية على أطراف المديرية، خرجنا العوائل، وصلنا إلى هنا للمجمع للمدينة ما حصلنا لا شقق ولا حصلنا بيوت، معنا هنا بيوت المستاجرين فيها، جينا في كل بيت من 10 أسر ومن أكثر، لا حد أعطانا خيام ولا حد أعطانا شيء، حطينا العوائل في البيوت عند أصحابنا الذي قلتهم ساكنين قبلنا، في كل شقة تلقى أكثر من 10 أسر، زلامنا فوق السيارات على ما تشاهدوا، لا لقينا أحد يأوينا ولا درينا إن نحط زلام ولا لقينا شقق نستاجر. جوع ينهش أجساد الأطفال والنساء في هذه الأسرة النازحة التي باتت غالبيتها بحاجة ماسة للغذاء والماء والدواء ومسكن يقيهم من الحرارة والبرد ويصون كرامتهم. العيش بسلام حلما ينادي به هؤلاء النازحين على أمل أن تلقى نداءاتهم استجابة من المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تكتظ بها فنادق مأرب واليمن بشكل عام. بعد 3 أيام من الرعب عاشتها آلاف الأسر في مديرة الجوبة والمناطق المجاورة، ها هي تحط رحالها في وسط المدينة في العراء في ظل غياب تدخلات أممية عاجلة. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب.